اهلا وسهلا مشاهدي انفاس بريس. نحط اليوم بمقر الشركه المغربيه في ار ام لتوزيع واستيراد المعدات الالكترونيه. نقربكم مشاهدينا الكرام بمزايا ديال استعمال التروتينات الكهربائيه لدى الشركه اللي كتقوم حاليا بتوزيعها بجميع المدن المغربيه. اللي فكرنا نقصوا من هذا الاكتضاض اللي كاين في المدن على حسب سيكيلاسيون وابسط حاجه كاع والمهمه كلها هي البيئه، نحافظوا على البيئه وهي يعني بثمن رخيص وزوين واللي عليها الاقبال الحمد لله. هاد الايامات في مدينه الدار البيضاء والرباط وقنيطره مراكش والحمد لله بالجوده ديالها اللي زوينه بزاف. دابا اللي هي البيئه اللي هي اللي غنحافظوا عليها على قبل هاد بهاد لي تروتينيت هادي والثمن ديالها اللي تيتراوح ومناسب بزاف بزاف. هاد تروتينيت الكهربائيه اللي عندها بزاف ديال المميزات الا وهي الباتري ديالها تيتحيد ويمكن لك تشارجيه بوحدو، هو هذا الباتري ديالها، وعندها تتبلية يمكن لك تهز بوحدها، تهزها ديها معاك فيما بغيتي، ويمكن لك يعني كاينين الدراري اللي خدامين دابا بعاد وتيجيو تيديروا لنافيت وتيجيو من الرباط تيجيو من القنيطرة تيجيو من مراكش وتيهزها معاه في التران، وملي تيوصل عاوتاني في التران تيحطها وتيركب في التران، ملي تيوصل البلاصه اللي فين غادي والمدينه اللي فين غادي تيهز التروتينيت ديالو تيدي بلاصه بها لخدمته، وميم طون عاوتاني يعني تدي بلاصه من الخدمه عاوتاني للتران وتتجيه سهله، يعني تسنى في طاكسي ويشد يعني والتاسيكلاسيون ديال الطاكسي متى غيوصلو وبزاف، حيت دابا يعني كاين الاكتضاض بزاف على حسب في الطرقان، والاسعار ديالها اللي تتراوح عندنا الست عاديه يعني 25 كيلومتر في لاباتري ديالها تتراوح ما بين 3500 3800، وعندنا 7 بلس اللي الباتري ديالها تيدي حتى 30 كيلومتر تيتراوح الثمن ديالها من 4000 حتى 4300، وكاينه الويت اللي هي 45 كيلومتر يعني هي الكبيره، وفي السرعه ديالهم هادو كلهم 25 كيلومتر في الساعة باش تمشى، وهذه الثمن ديالها تتراوح بين 4500 حتى 4800. دابا نخليكم معنا باش تشوفوا في لاتولي هنايا يعني سيرفيس ابري فونت ولي بياس دو شونج، كل شيء كاين وكل شيء موجود وفيها لا غارونتي، وها انتم دابا يعني يلاه معنا تشوفوا معنا. تفضل زيد السي عبد الله. دابا هنا سيرفيس ابري فونت اللي هنايا تيكون فيه مجموعه ديال لي بياس، لي بنو هما هادو لي بنو ديالهم، وهنايا لي شومبرير كلهم، وكاينين لي باتري راهما على برا، وكاينين لي زاكسيليغاتور هما هادو لي زاكسيليغاتور. هنا كاينه لي كارت مير، هما لي كارت مير ديالهم، وهنا ليكرون لي زيكرون ديالهم كل وحده وليكرون ديالها. هنا يعني لي بياس الرقيق، لي بياس الرقيق ديال لي تروتينيت. صافي ها كيفاش تجي دابا نحلو شي وحده. او يا هادي تجي هي سهله في سميتو في المونتاج ديالها وكل شيء. واحد الكيتور كيتور تما ولا موس ولا عطيني هذاك البانس بانس. كيفاش تجي دابا؟
هي سهلة سهلة ما فيها شي حاجة شي صعوبة ولا شي حاجة تجي بحال ما هكا هي هذه هنا هنا كاين لي بواني ديالها وشارجور وهذا باش تنفخ الرويضة القدامية حيت الرويضة القدامية اللي فيها موتور وهذه الشروطه يعطيوها على حسب بحال هذا النيت باش تزير بحال لي بوانيه ديال الفران حنا دابا نجبدوها دابا باش نقدوها هي هكايا باش تجي هادشي بحال ما هكا هذه هي البوني ديال الفران ديالها هي هادي هادي تدار بحال هكا و تنجبدو لي بواني هادي لي بواني ديالها سهلة هي في التركاب وسهلة في الجميع يعني حيت هي تجي مركبة وكل شيء هاد الساروت هي باش تشعل هادو هما الشراطي ديال لاباتري هادي لي مود ديال لي مود ديال لا فيتاس هذا مود ايكونومي هذا مود نورمال هذا مود سبور هنا الكيلومتراج باش غادي وهادي لاكسيليراتور هذا الكلاكسون هذا الفخان ديالها وملي تتورك على الفخان راه الدوره تاي تيسيني الهي ديال اللور راه هو تيشيني و تتحيد لاباتري من هنايا يعني يمكن لك تحيد لاباتري تهزها بوحدها هي هادي تتحيدها تتشارجيها من هنا بوحدها من هنا بوحدها و الى بغيتي تشارجيها من لاتخوتين تتشارجيها من هنا و في الثانية ديالها تنطيوها تنرجعو لها باتخي لبلاصة بعدا تطوى هكا يمكن ليك تهزها سهلة في الح في الثقل ديالها 12 كيلو 12 كيلو اللي كاينه في الثقل ديالها وفي الجعبه ديالها فيها متر ونص يعني سهله في كل شيء وماشي ماشي شي حاجه اللي ثقيله هي يمكن لك تهزها كلها وغادي بها